معاكم دكتورة نور النيباري ورجعنا في كلام دكاترة. بنتكلم شوية اليوم عن الأمراض المزمنة. ليش؟ لأن تكلمنا وايد عن فيروس الكوفيد 19 ونسينا أن الالتزام بالأدوية مهم جدا في هذه الفترة، خاصة اللي يأخذون أدوية مناعية. الأدوية المناعية احتمال هي تحميك أكثر من آثار جانبية للمرض نفسه، فعشان كذي احنا ننصح الناس انهم يستمرون في اخذ ادويتهم الا اذا كان الطبيب المعالج قايل لكم لا لازم توقفونه. فاستمروا في ادويتكم وراجعوا الطبيب باستمرار. فالحين عندنا طرق جديده لمراجعه الطبيب، واحداها هي الاونلاين. عن طريق الاونلاين، عن طريق التليفون والابلكيشنز، تقدرون تراجعون عند الطبيب من غير ما انتم تعرضون نفسكم للخطر. لكن مع اتخاذ السبل الوقائية عند مراجعة الطبيب مثل لبس الماسك، ممكن تلبسون فيس شيلد، وكذلك ان انتوا تحافظون على نظافة اليدين في اثناء وجودكم في الطبيب لمراجعة الطبيب. بالنسبة حق وجودكم في العيادات، غرفة الانتظار هني مهم ان انتوا تخلون مسافة متر بينك وبين الشخص اللي قاعد يمك، على اساس ان هذا المتر هو يحميك من العدوى. إذا شفت شخص في العيادة مو لابس ماسك، تقدر من حقك أنت تتكلم وتقول لو سمحت لازم تلبس ماسك، لأنه هو مو بس قاعد يضر نفسه، هو قاعد يضر اللي حوالينا أكثر مما هو يضر نفسه. بالنسبة حق الناس الثانيين اللي يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكر ومرض ضغط الدم وغيرها من الأمراض، فهذه الأمراض خطرة جداً وممكن حتى تسبب آثار جانبية، منها ارتفاع أو ازدياد في نسب حدوث الجلطات سواء كانت في القلب أو الدماغ أو الأعضاء الأخرى. لا ننسى أن الكوفيد 19 بحد ذاته ممكن يرفع مؤشرات التجلط في الدم، فوجود هالاثنين مع بعض وانت ما قاعد تاخذ أدويتك هم هذا راح يعرضك للخطر. عشان كذي احنا ننصح مرضى السكر ومرض ارتفاع ضغط الدم وكذلك اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول لازم يعالجون منه وياخذون ادويتهم بانتظام، على اساس يقللون من عرضة مثلا جلطات القلب وجلطات تصلب الشرايين وغيرها اللي ممكن تأثر على مرض الكوفيد 19. فحافظوا على أدويتكم، وإذا كانت عندكم أي استفسارات حول هذه الأدوية ترى الطبيب العائلة في خدمتكم، فهو راح يوجه لكم النصيحة في طريقة أخذ الأدوية وكذلك طريقة الوقاية من فيروس الكوفيد 19. فلا تخلون خوفكم من الكوفيد 19 يأثر في طريقتكم العلاجية للمرض المزمن اللي أنتم تعانون منه، ولا يخليكم يؤثر على بعد ذهابكم للطبيب وحفاظ على الفحوصات الدورية المهمة لحالتكم الصحية. من الأعراض الممكن استمرارها مع المصاب عند تشافيه وعند انتهاء مدة عزله
إن كان في المحجر الصحي أو المستشفى الميداني أو المستشفى. من خلال تجربتي في المستشفيات الميدانية والمحاجر الصحية بعد إصابتهم والشفاء بهم ممكن تظهر عليهم أعراض أو تستمر معهم أعراض. من ضمن هذه الأعراض استمرار حاسة التذوق والشم، عدم الإحساس فيها، ممكن تأخذ معاهم من شهر إلى شهرين، وممكن في حالات توصل معاهم آلام في الصدر وتسبب لهم جلطات بالرئة. من ناس أصحاء وناس سليمين، يعني الحذر واجب، لأن الفيروس هذا ممكن أنه يأثر بعد التشافي للناس السليمين صحيا والناس المصابين بأمراض مزمنة. فخلونا ناخذ احتياطاتنا، وممكن هالشغلات هذه تؤدي إلى الوفاة. وفي ناس يقولون لك خلنا ناخذ مسيلات عشان نمنع هذه التجلطات. لا تأخذون بكلام الناس، أخذوا بكلام الأطباء، لأن الأطباء شخصوا هالحالات هذه وقالوا سببين للتجلطات. من ضمنها أول شيء تخثر بالدم، والشغلة الثانية ممكن التهابات تكون بالأوعية الدموية اللي بالرئة. فلا تأخذون أي أدوية أو مسيلات أو أي علاجات من آراء الناس، أخذوا من أهل الاختصاص وأخذوا من أهل الخبرة هذه الأدوية إذا وصفوها لكم. خلال جائحة كورونا كانت المهمة التوازن بين صحة وأمان المرضى من ناحية، وإكمال الخدمة الطبية المقدمة لجميع المرضى في قسم الأطفال. وبفضل تعالى ومع التخطيط الحمد لله في قسم الأطفال قدرنا خلال الفترة هذه نكمل العيادات بشكل شبه كامل، وبفضل الله ما كان عندنا أي مشاكل من ناحية انتشار الكورونا عندنا في القسم. وطبعا احنا في قسم اطفال في نتابع مرضى سكر الاطفال بشكل شبه يومي، لان مثل ما انتم عارفين سكر الاطفال المستوى ممكن يرتفع وينزل بشكل يومي، ولابد من تعديل جرعات الانسولين. والحمد لله التواصل المستمر مع المرضى واهاليهم خلال الفتره الماضيه قدرنا الحمد لله نتحكم في معدل السكر بشكل ممتاز، وما كانت في أي مضاعفات خلال الفترة هذه. وأيضا باقي التخصصات في قسم الأطفال أيضا استمرت العيادات بشكل جدا ممتاز، والحمد لله كان التباعد الاجتماعي والتوعية الصحية على أكمل وجه. أدعو الجميع في هالمرحلة هذه الاهتمام في تعليمات وزارة الصحة وعدم التهاون في التعامل مع مرض كوفيد 19، لأن البعض يظن أن الآن خلاص الموضوع انتهى، ولكن بالعكس الآن احنا داخلين في الموجة الثانية. وعدم التزام الأهالي في توصيات وزارة الصحة ممكن يسبب ضغط كبير على الطاقم الطبي، وبالتالي ممكن أيضا يأثر على الخدمة الصحية المقدمة للجميع. أسأل تعالى يحفظ الكويت وشعبها ويعطيكم العافية.